مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، وبعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن استضافة مدينة مراكش بالمغرب مرة أخرى لحفل جوائز الكاف الذي سيقام يوم الاثنين 16 دجنبر 2024، وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ستستضيف مدينة مراكش للسنة الثانية على التوالي هذا الحدث الشهير بعد النسخة السابقة التي شهدت حضور العديد من المشاهير وحققت نجاحا كبيرا. ستحدد الكاف لاحقا وقت انطلاق هذا الحفل المنتظر. وأضاف يحتفل الحدث القاري جوائز الكاف بالإنجازات الاستثنائية للاعبي كرة القدم الأفارقة سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية، وتصل الأمور إلى ذروتها مع توزيع الجوائز المرموقة للاعب العام الإفريقي في فئتي الرجال والنساء. هذا وفي ذات السياق، كشفت مصادر إخبارية جزائرية صباح اليوم أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر حضور حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف المقرر تنظيمه في المغرب، وذلك بعدما أن سبق وقطع الحفل العام الماضي. ويعد هذا القرار تحولا في الموقف الجزائري، حيث برر الاتحاد الجزائري في السنة الماضية غيابه عن الحفل بأسباب متعلقة بالخلافات السياسية بين الجزائر والمغرب، إلا أن هذا العام يبدو أن الاتحاد الجزائري يسعى للفصل بين القضايا الرياضية والملفات السياسية من خلال تأكيد حضوره في هذا الحدث الرياضي الهام. وأفاد المصدر ذاته بأن ممثل الاتحاد الجزائري سيشارك رسميا في الحفل الذي سيشهد توزيع الجوائز على أفضل اللاعبين والمدربين والفرق في القارة الإفريقية. ويذكر أن حفل جوائز الكاف يعد من أبرز الفعاليات الرياضية في إفريقيا، حيث يحتفي بألمع نجوم كرة القدم في القارة. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.